السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كلشي وداك ما موالفش. ندوي على اللاعبين الاوروبيين بحيث ان القناه مخصصه اللاعبين المغاربه، لكن انا من نوع الناس اللي متبع الكره العالميه، جميع اللاعبين العالميين متبعهم وقليل اللي عارف القضيه. جبت لكم الدوسي الكامل ديال مبابي بالدارجه، شنو طرا ليه وكيفاش خوى بريال مدريد حسب الصحفي العالمي والموثوق فابريزي رومانو. اعطيكم ايضا شنو قالوا الصحفيين الاسبانيين، كلي بروكه كي اللي دار فيه. المهم الخوش اعطيكم مسلسل كامل، نبداو بالتفاصيل كيفاش صديق حكيمي صدم العالم. القضيه كما عارفين بدات في العام اللي فات ملي عطاو الفلوس الريال مع شبقي عام ومبابي مع باريس، لكن رفضوا الخليفي باش يبقى لميسي ونيمار ومبابي باش يلعبوا شامبيونز ليغ هذا العام هذا ويديروا شي حاجه، لكن للاسف تقصاو. من بعد ذلك كلشي قال بلي مبابي صافي تاجر ريال مدريد والقضيه تحسب في الصيف، لكن صدمه جات بعد ما قالت والدة الجزائرية ديال مبابي فايز العمري باللي اللاعب عنده جوج عروض تقريبا مقاربين وهو اللي غادي يختار. اليوم خرج فابريزي رومانو وقال باللي صافي غادي يجي يتعاقد مع باريس سان جيرمان، وحاليا كيقولوا باللي 3 سنوات اللي غادي يكون مع باريس في التجديد ديالو، يعني حتى 2025 في الصيف ديالو عاد غادي يمشي. وحسب الصحفي فريدك ايرميل قال باللي في كرة القدم هنالك من يحترمون كلمتهم ووعودهم، وبعدها هنالك مبابي خو بكلام ديالو. وصحيفة مارك أكدت بأن مبابي قد تحدث مع فلورنشينو بيريز رئيس ريال مدريد وأخبره أنه سيبقى في باريس ولن ينضم إلى ريال مدريد، بحيث أن ناصر خليفي الرئيس ديال باريس سان جيرمان اهتم شخصيا بالملف ديال مبابي وقام بالدعوة ديال فايز العمري الوالدة ديال مبابي للدوحة وشرح له التفاصيل ديال مستقبل النادي. وأيضا واحد الصحفي في راديو ماركا اللي هو خوخي كالابغي قال بل انتهى الأمر كيليان مبابي وتم الحظر ديالو، يعني بلوكاه وبالتالي مابقاش متابعو بحيث أن خوه بريال مدريد. وايضا خوسي لويس سانشيز قال باللي رجل بلا كلمه لا يساوي شيئا، يعني هاد القضيه ديال مبابي تبقى في التاريخ حيت انا خو بهم، ولا مجاش ريال مدريد فهاد الصيف هذا غالبا ما عمره ما غادي يبقى يلعب فيها بحيث تكون خيانه العمر بالنسبه للاعب كره قدم. اكبر صيده لفريق باريس حيت انه كان دار هالاند ومبابي، مبابي كاولويه وخلى هالاند يمشي لسيتي بقى لي مبابي وحاليا خو به باريس. اشبه لكم الخوش في هذا المسلسل صراحه اسعد الناس يكون هو باريس سان جيرمان، وحاكم بالخصوص اللي يبقى مع صديق ديالو المقرب في النادي هذا مكانه تهلاو لي فراسكم.